هي هتوضح علاقة زواج سعاد حسني بعبد الحليم حافظ، بأنه كيف أنقذها عبد الحليم حافظ بعد كده، بس لما أنقذها كمان للأسف كان لازم وفقا لكلامك يعني، لأنه غيور جدا تخلى عنها وكان لازم ينهي هذا الزواج. نشوف. جاء في الكتاب، ولما قرروا تجنيد سعاد حسني بدأوا عملية جمع المعلومات ومراقبتها، فاكتشفوا علاقتها بالفنان عبد الحليم حافظ وتأكدوا من قصة الحب بينهما، وكانوا على يقين بأنها لو تزوجت من حبيبها عبد الحليم حافظ فلن يستطيعوا الاقتراب منها بسبب الصلة الوطيدة بين العندليب الأسمر وكل من الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، ولذلك قرروا التفريق بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ بتشويه سمعتها، وهم يعلمون جيدا حرص عبد الحليم حافظ على اسمه وشهرته وتاريخه، فاختلقوا الأكاذيب عن سوء سلوك وأخلاق سعاد حسني، وللأسف نجحت خططهم الشيطانية، وبدأ عبد الحليم يتشكك في سلوك زوجته سعاد حسني، وهو بطبيعته كان شكاكا وموسوسا حتى في عمله، وبدأ يراقبها ويشك في كل تصرفاتها من كثرة حبه لها وغيرته عليها، وكانوا بالطبع يراقبون كل التحركات والتليفونات حتى تأكد لهم أن خطتهم نجحت.